يبني فأر الحقل بيوتا واضحة في الحقول العشبية. يقوم ببناء منطقة سكنية يتخللها العديد من الطرق، وكل طريق منها يقود إلى مكان خاص كمكان الإقامة ومكان الطعام ومكان دورة المياه. يطوف فأر الحقل حول منطقته باستمرار، ويهاجم أي متطفل باستعراض شديد العدائية وبصوت مزعج جدا. إليكم هذه المعلومة، لا يوجد بيت الحيوان السري.